كنا بندردش في الفصل كده، طبعا كاتبنا الكبير كان حريص دايما على إهداء الكتب للأطفال، لكن حضرتك حكيتي لي قصة جميلة عن كتاب سحر الحكاية. الكتاب ده هنحطه على الشاشة دلوقتي، في أدب يعقوب الشاروني القصصي. لكن مين بقى ألف الكتاب ده وإيه قصته؟ قولي لنا بقى حضرتك. هو الكتاب مش تأليف. هو الكتاب تجميع. تجميع. في عيد ميلاده 83 ابتديت أفكر هجيب لبابا إيه في عيد ميلاده 85. قعدت حوالي سنة ونص بجمع. أيوة. بجمع كتاب مختلفين، دراسات نقدية عن كتبه المختلفة. جمعت دراسات منهم أنا ثلاث دراسات بتوعي يعني. أهم حاجة إنه يكون كتاب مختلفين وكتب مختلفة عشان الناس تستفيد بإيه هي الدراسات النقدية بالنسبة للكتب يعني. فبابا ساعد بي جدا يعني، لما اديتهوله في عيد ميلاده 85 قال لي أنا فوجئت بهذا العمل الشاق، لأنه حاجة مش سهلة انك تعمل ده، دراسات ودراسات مقارنه وبالظبط وتختار يعني. انا مش بختار يعني، بختار كتاب وكتب. فدي وهي اعماله بتدرس في الجامعه، اسلوبه ومناهجه بالظبط بتدرس. فده افاد الطلبه خصوصا اللي بيعملوا ماجستير ودكتوراه، افادهم جدا. فيعني انا من ضمن الناس اللي لما اشتغلت في ده انا استفدت يعني، اشتغلت فيه وبعمله هديه لبابا بس أنا استفدت منه إزاي تكتب دراسة نقدية. كتبت ثلاث دراسات. بابا بيقول لي أنا ما كنتش أعرف أن أنت بالخبرة دي. طبعا هي القراية بتاعت الموضوع خلتني في عندي خبرة يعني. طبعا العاشر بابا يعني كان دايما، أنا ليا 40 كتاب، لكن دايما كان يقول لي ابتدي القصة بتاعتك من أول كلمة. أنتوا كنتوا بتكتبوا سوا كتير صح؟ طبعا. طب وانتوا بتكتبوا سوا مش مثلا يحصل لكم اختلاف مثلا في وجهات النظر؟ اكيد. عادي جدا. واقول له بابا لا الحته دي مش واضحه. فيقول لي طب قولي لي ايه الوضوح. اقترحي الوضوح. فكنا نقعد نتناقش ونتجادل. واحيانا كتيره كان يسمعني واحيانا كتيره كنت اسمعه يعني. بس المهم لازم نتفق يعني، في الاخر لازم نتفق. طب ليه بيقولوا ان الكتابه للطفل اصعب من اي كتابه تانية؟ عشان انت بتستخدم ده. هقول طبعا هقول لك حاجه، احنا بنستخدم لغه وبنستخدم مواقف. انت بتكتب باللغه المواقف. لازم تبقى واضحه وسلسه. اول ما تحط كلمه صعبه هيتوقف الطفل عن القراءه. لو قعد يسال كل شويه دي معناها ايه، هيسيب الكتاب. احنا بقى حريصين انه تبقى في الحصيله اللغويه بتاعه الاطفال وفي نفس الوقت تبقى سلسه. عشان كده هو كان بيوصف دايما بالاسلوب الواضح وبعدم التكرار، الكلمه كلمات يعني جمل قصيره مختصره واضحه. انت عارف بابا كان قاسي جدا على نفسه. يقول لي لازم نشطب من الكتاب ده. لازم نشطب من الكتاب ده 10 صفحات. هتشطب ازاي يا بابا؟ يقول لي لازم ابقى قاسي على نفسي يعني. بيشطب بيقول الاختزال ده صعب عامة. حاجات ملهاش لازمة. مش بتأثر على محور القصة. يعني في الأول بنكتب كله وبعد كده نبقى نعمل الفلترة بقى، نفلتر القصة ونشيل الأجزاء اللي ملهاش لازمة، مش هتفرق في القصة إنها تبقى موجودة أو مش موجودة. هنشوف الكتاب ده في 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 معرض القاهرة الدولي للكتاب صح؟ مفروض ان هو يعني الكلام ده كان من 8 سنين او 7 سنين. معرفش هيبقى موجود ولا لا يعني، الناشر مفروض ينزله يعني. لان تجربة مهمة جدا. اوكي.